مرحبا، برنامج العيادة برنامج حواري طبي رح طلع عليكم فيه أنا لوريس فرح. بالعيادة رح نستضيف بكل حلقة طبيب أخصائي رح يجاوب على أسئلتكم اللي وردتنا عبر صفحات التواصل وبرقم الواتس الموجود بأول تعليق. خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم من برنامج العيادة. بحلقتنا اليوم رح نستضيف الدكتور حسين أحمد العلاوي، خريج جامعة الفرات بسوريا وطبيب معادل في النمسا وألمانيا وسويسرا. أهلا وسهلا فيك دكتور. تحياتي، شكرا لكم على الدعوة الكريم برنامج العيادة، فرحنا جدا أني أكون ضيف اليوم. أهلا وسهلا فيك الدكتور حسين أحمد العلاوي، استشاري بجراحة العظام والردود في مشفى كرمس الجامعي، وهو اختصاصي أيضا اختصاص فرعي في جراحة القدم والكاحل، وزميل جمعيات جراحة العظام والتنظير في ألمانيا والنمسا وسويسرا، ودراسات بحوث جراحة العظام في جامعة الدانوب. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. دكتور، طبعا موضوع العظام هو موضوع شائك جدا وبحاجته من الصغير لغاية 100 سنة دائما مشكلة العظام، لأن هي الحامل العمود الرئيسي للجسم، فدائما مشاكلها مشاكل كبيرة جدا. لهيك بدنا نبلش بأهم سؤال هو اللي دائما بيستوقف العالم، وهو هشاشة العظام. شو تأثير هشاشة العظام وشو مضاعفاته وشو طريقة علاجه بشكل عام، وهل فعلا معدل إصابة النساء فيه أكثر من الرجال؟ أكيد طبعا، يعني كان عندي نقاش مع طبيب على خبرة عالية يعني من فترة، مشي تقريبا أسبوع، وكان السبب في مجال عمل يعني، فحكى لي إنه نحن الأطباء أطباء العظام نرافق المريض من الولادة حتى ما قبل الموت. يعني الموت ممكن غير أطباء يرافقونه، ففعليا مثل ما تفضلتي أنت إنه طب العظام يعالج المريض من ولادته حتى ما قبل النهاية يعني، فدائما يحتاج طبيب العظام. بالنسبة لموضوع هشاشة العظام، كمان موضوع مهم جدا، وكطبيب عظام او طبيب يعني الرويما مختصين نحن بعلاج هذا الداء. يفضل طبعا انه الوقايه يتم اجراءها بشكل جيد لتجنب العواقب السيئه بهشاشه العظام، هو يعني ضعف غياب الالم فعليا يعني، هو عباره عن تخلخل للعظام لبنيه العظم، مثل ما خلينا نتخيل مثلا حيط موجود عمره 300 سنة راح يكون فعليا من الخارج شكل حائط، لكن من الداخل مفرغ، وهذا هو هش، هذا هو هشاشة العظام. الأغلب إصابة النساء فيها أكثر من إصابة الرجال طبعا، بسبب غياب الهرمونات فجأة بعد عمر 50 أو 55 سنة يعني. النتائج للأسف كارثية يعني، في كسور يعني متخصصة أو بالأحرى شبتسيفش تقال باللغة الألمانية هشاشة العظام، مثل كسور اليد، كسور العمود الفقري، حتى كسور الورك بالدرجة الأولى. علاجه يبلش من الفحص الدوري لسماكة العظام. طبعا بالنسبة للناس المقيمة بالنمسا، الكاسة أو التأمين يشمل هذا الموضوع. أنا بشكل عام كريم جدا بتحويل المرضى إلى قياس الكنوخن ديختة اسمه باللغة الألمانية، والعلاج مثل ما حكيت ممكن يبلش بتعويض فيتامين د وتعويض الكالسيوم طبعا، مع حتى ممكن انه بعض الأحيان نعطي أدوية عن طريق الحقن الوريدي كل 3 شهور أو كل 6 شهور. بأي يعني عمر تقريبا مناسب انه كشخص بالغ؟ برأيي يعني بعد سن اليأس، طبعا مع احترامي لهذا أو تسمية. مع عدم احترامي لهذه الكلمة يعني، سن اليأس بعد انقطاع الدورة الطمثية عند النساء يعني بعمر 50 سنة، أفضل أنه تفحص المرأة سماكة العظام، تحويل يتم عن طريق طبيب العيلة أو طبيب العظام، تيصير عندها قيمة أولية وعلى أساسها تبني على الفحوصات الأخرى الدورية يعني على مدى السنوات البعيدة. طبعا هذا يفتح علينا بسؤال آخر رح نجي عليه طبعا أكيد بالأسئلة حسب ما انتبهت، هو فيتامين دال وغيره من الأمور. تمام. الوقاية يعني أنا كشخص بجوز كامرأة عايشة بالريف أو ظروفي ما بتسمح لي أو بالأوضاع حاليا ما فيني روح أعمل هالقياس، شو ممكن أنا أشياء جيدة أعملها تساعد على أني
تجنب هالمشكلة من ناحية الرياضة، الأكل، العادات اليومية اللي بنعملها؟ بلا شك بلا شك، يعني في غياب وسائل التشخيص ما يظل عندنا غير موضوع الرياضة بالدرجة الأولى. والشيء الثاني اللي أنصح فيه بشكل دائم، ما يعني الرياضة، مفهوم الرياضة أنت ما في داعي إنك تركض ماراثون 5 كيلومتر، إنك اليوم أنت تسوي حركات تحرك فيها مفاصل العمود الفقري بشكل كامل، هذا باعتقادي إذا كان نص ساعة وديمومة لمدة يعني نص ساعة يومية لمدة 7 أيام بشكل هادف، هذا برأيي جيد جدا إنه أنت تحافظ على مرونة عظامك وعلى قوتهن. ثاني شيء بالنسبة لموضوع التعرض للشمس، للأسف نحن عندنا خطأ شائع جدا، فكرة خاطئة. يعني في عندنا زميلة من الزميلات أيام ما كنت أشتغل بجامعة دمشق مشفى المواساة والأسد، في عندنا زميلة أخذت درجة الماجستير بحث عن نقص فيتامين د في المجتمع العربي. طبعا هذا موضوع للأسف كارثي، الكل يعتقد أنه والله نحن كوننا بلد مشمس عندنا شمس لمدة 300 يوم بالسنة تقريبا أو حتى أكثر، أنه نحن معنا نقص فيتامين د كوننا معرضين للشمس. صحيح. هذا بصراحة فكرة خاطئة جدا. نسبة التعرض اللي صايرة فعليا منا هي عبارة عن الإيدين والوجه ممكن، أو حتى مثلا يعني شغلات الإيد تعتبر 1% من الجسم، يعني الثياب بتحول دون وصول فيتامين د لأشعة إلى الجسم. فعليا أنت إذا بدك تعرض للشمس بشكل صحيح لازم يكون عندك جسمك من فوق أو من تحت معرض للشمس لعدة ساعات وعلى مدى أيام، يعني بشكل متواصل جسمك يركب فيتامين د. طبعا الشمس اللي هي بوقت الظهيرة مؤذية أعتقد، أو صح هذا الموضوع؟ موضوع نقاش هائل، يعني موضوع نقاش واسع جدا، هل هو الشمس الظهيرة أفضل ولا شمس الصبح أفضل؟ طبعا بلادنا العربية الظهر رح تكون حرارة عالية جدا وشمس حارقة، رح تكون مؤذية، رح تكون مؤذية بالدرجة الأولى، رح يصير عندي حروق جلد. فشمس الصباح أكيد لما يبلش يتفى شوية الجو، هذه برأيي هي أفضل وقت إنه الواحد يتعرض فيه الفيتامين د. وهذا الموضوع كمان ينطبق علينا بمجتمعاتنا، المجتمعات العربية الموجودة حاليا في أوروبا كمان نسبة التعرض للفيتامين للشمس قليلة جدا. يعني وين في مثلا من الناس من الشباب ولا البنات خلع ثيابه بشكل كامل وتعرض للشمس لساعات طويلة لمدة مثلا أسابيع، يعني قليل جدا. فنحن عندنا نقص فيتامين د هائل، ومبني على ذلك أنت راح يصير عندك هشاشة عظام كحد أدنى، هذا واحد من أعراض نقص فيتامين د برأيي. طيب بالنسبة لأنه سألنا بفيتامين د، قديش النسب المناسبة للأطفال وللكبار كنقاط، وكيف آلية أخذه لفيتامين د؟ هذا سؤال مهم جدا طبعا، متعرض له بشكل دائم لحد عمر السنة. الطفل يعني بين عمر بين بعد الولادة لحد عمر السنة يفضل أن يأخذ قطرة واحدة من هذا الأوليوفيت، يعني ما يعادل 400 وحدة دولية يوميا. نعم، حد عمر سنة. بعد عمر سنة هنا يصير في اختلاف أنه هل يفيد ولا ما يفيد. أنا برأيي مو سيء أنه مثلا الطفل يكمل على موضوع على نقطتين يوميا من فيتامين د بمعادل 800 وحدة دولية. يعني بعمر البالغين هنا كما صفى عندنا السؤال مهم، يعني بعمر البالغين إذا بده يبلش بأخذ فيتامين د مع انقطاع مدة طويلة، يفضل ملء المخازن، مخازن الجسم بفيتامين د. ملء المخازن ما رح يصير إنه الواحد يأخذ الفيتامين د على مدى يوميا بالأسبوع أو كذا، لازم يأخذ بشكل يومي. في داعي لازم يعمل يومي تحليل يعرف قد ناقصه، ولا خلص اوريدي بيعرف انه عنده نقص فيه؟ هلا انك تحصل نسبه فيتامين د عند طبيب العائله، هاي باعتقادي ما انها صعبه، يعني سهله جدا. انت ممكن تحلل فيتامين د مشان يصير عندك نسبه على اساسها تقيس بعد فتره مثلا شهر او شهرين او ثلاثه من العلاج انه وين وصلت. بس فعليا الناس كلها عندها نقص فيتامين د حكما، يعني في نقص فيتامين د. واذا مسكنا اي مريض مرضى العظميه اغلبهم عندهم نقص فيتامين د، فيفضل برايي انه بالمرحله الاولى يتم تعبئه المخازن من فيتامين د. بالنسبه لي يعني شلون اعطي المرضى بما يعادل 30 نقطه فيتامين د. طبعا لازم يكون باشراف طبي، يعني مو بشكل عشوائي طبعا. 30 نقطه فيتامين د لمده اسبوعين يوميا هنا ممكن للبالغين، هم هنا بالحالة ممكن يكون عندي صار تعبئة للمخازن، وبعدها رح يصير إعطاء فيتامين د مرة واحدة أسبوعيا. مرة واحدة كم نقطة؟ 35 نقطة ل 40 نقطة حسب، يعني فعليا الحاجة لتعبئة المخازن 30 نقطة يوميا لمدة أسبوعين. بعد ما أخلص الأسبوعين يصير عندي أصير آخذ مرة واحدة بالأسبوع.
تمام. بس انه بس اخذ مره واحده بالاسبوع فيتامين دال باعتقادي بالبدايه ما راح تكون كافيه ابدا يعني. ولا الاطفال بعمر لحد عمر سنه نقطه واحده كافيه فعليا، والاكبر 15 نقطه الاكبر حتى 14 نقطه يعني يوميا برايي، لكن هذا الموضوع عليه خلاف فعليا. طب الاطفال في ناس توصفه في ناس ما توصفه، ما نضد الموضوع ابدا. فيتامين دال هو عباره هو ما اعتبره دواء، هرمون ممكن الناس تعتبره، ممكن تعتبره فيتامين، ممكن تعتبره اي شيء اخر. هو عباره عن مستحضر الجسم بحاجته بشكل يومي مثل المي. فيتامين دال ما بيتخزن بالجسم؟ يتخزن بالجسم طبعا، يتخزن طبعا يتخزن، لكن اذا اخذت زياده يعني ما بيأذي طبعا، أو إذا بيأذي طبعا ممكن يصير تسمم فيتامين دال وارد جدا. هاي الفكره مهمه، انه في اشخاص ممكن يفكروا انه اذا اخذوا كميات اكبر بيعبوا الخزان، لكن هو ممكن يأذي. حكيت الفكرة أنه لازم يأخذ بإشراف طبي. طبعا كل مريض عنده خصوصيات، ممكن يكون عنده نقص يعني عنده أمراض أخرى يعني تأثر على امتصاص فيتامين دال، ولا ممكن يكون عنده قصور كلوي أو عدة أسباب يعني تمنع أنه ينعطى فيتامين دال بالجرعة العالية. يعني يفضل أنه يعطى بإشراف طبي، وهي الجرعة المنصوحة مني كطبيب عظام. وصلت حاليا للمرحلة والقناعة أنه حاول بقدر المستطاع ما أشتغل مريض عمل جراحي قبل ما أكون مالئ المخازن بشكل كامل، لأنه النتائج للأسف ما بعد العمل الجراحي كارثية، وأثناء العمل الجراحي سيئة جدا. يعني أنك أنت تجي تجمع عبارة عظام مكسرة مفتتة هو صعب جدا من الناحية التقنية، بينما أنك مثلا تجمع كسرين مع بعضهم مثلا قطعتين، هذا أسوأ. العظمة سليمة بشكل عام لما إذا كان العظم سليم، وهذا الموضوع نشوفه نحن عند الشباب حتى عمر 50 سنة أنه أوكي أسهل، حتى البراغي والأدوات التثبيت تأخذ مكانها الصحيح بدون مشاكل بالمقارنة مع الكسور اللي مترافقة مع تخلخل العظام يعني. طيب بما أنه ساتنا بموضوع الفيتامين دال، في موضوع الاكتئاب وما يرافقه مع نقص فيتامين دال، سواء هون ببلاد أوروبا كون الشمس منها موجودة كتير، وسواء ببلادنا كون خلينا نقول عم نتعرض لضغوطات عالية، قديش فعلاً نقص فيتامين دال بيأثر على نفسية الإنسان وبيعرضه للاكتئاب؟ موجود موصوف بكتب الطب وبكل الدراسات الحديثة حاليا والتوصيات الحديثة، أنه يتم قياس فيتامين دال بالدم بوجود عدة أمراض. مثلا دائما يجوني مرضى بآلام جسم عامة، يقول لك دكتور أنه عندي آلام من يعني بالجسم كامل من الرأس حتى القدم. تجي تسأله أنت أوكي شلون وضعك، يدخل لك الموضوع يقول لك انه ممكن عندي اكتئاب، عندي خفقان بالقلب، عندي رجفه باليدين، عندي مواضيع كثيره، يعني عندي الام مزمنه، عندي خدر، عندي تنميل، حاس بعدم الهمه وباتجاه الاكتئاب. يعني هذا الموضوع جربته على نفسي شخصيا، وكان فعلا فيتامين دال منقذ لي بمرحله من المراحل. يعني انا كانسان طبيعي يعني تعرضت لمراحل اكتئاب مثل هذا الموضوع، مو معيب ابدا يعني. وكان الحل وقتها انه فعلا اخذت فيتامين دال بجرعه جيده، يعني بجرعته المطلوبه فعليا، وتحسنت الاعراض عندي بشكل كامل. طبعا ما اقول انه علاج الاكتئاب هو فيتامين دال، هذا الفكره خاطئه، لكن نقص واحد فيتامين دال يسبب ممكن يسبب اكتئاب، ممكن يسبب الام جسم عامه، ممكن يسبب اذيات بالجلد، ممكن اعراض كثيره يعني. ففيتامين دال حاجه هو ماده يحتاجها الجسم بشكل يومي. دور الكورتيزون، يعني احنا عندنا العرب عندنا رعب من هالكلمه، يعني لا يعني اعطيني اي شيء اعمل اي شيء بس ما تعطيني اياه. هو قديش صحه اخذنا له او وصف الدكتور لنا له او لا؟ شو للاسف يعني هذا الموضوع يمسني فعلا صميميا، موضوع الكورتيزون، لانه احيانا يكون فعلا هو العلاج الوحيد المرضى المشاكل المتقدمة، مثل مرضى التنكس العظام متقدم أو غيره وغيراته، أو الألام الحادة. أحيانا يجيك المريض أنه يقول لك دكتور ما بدي كورتيزون، طيب أنا شلون بدي أعالجك؟ مثلا الكورتيزون هي عبارة عن مادة ينتجها جسم الإنسان الطبيعي بنسبة معينة، ويعني نحمد الله عز وجل على وجود الكورتيزون في حياتنا. طب ليه بيخافوا العالم منه؟ هاي موجود فوبيا يعني رهاب اجتماعي موجود بمجتمعاتنا من الكورتيزون فقط لا غير. في فكرة خاطئة أنشئت، طبعا هذا موضوع بحثي، أنشئت الفكرة الخاطئة من فترة قديمة. طبعا أكيد الكورتيزون هو سلاح ذو حدين، إذا أخذ بشكل خاطئ رح يكون في أعراض جانبية سيئة، يعني من
تخلخل عظام، من ارتفاع ضغط، من سمنة، أمور أخرى، لكن إذا أخذ في استطبابه الصحيح فهو علاج ناجع جدا جدا. يعني للأسف يعني المجتمع العربي ضد هذا الموضوع، لكن في بدائل. أحيانا أحب أني أساعد الناس العرب بموضوع أحيانا بحقنة كورتيزون بجرعة خفيفة جدا، بس أنه مشان تشيل الالتهاب أو تخفف الألم بشكل سريع، لكن الرفض يجي مباشرة فعليا، لأنه الفكرة خاطئة. حكيت مرة، نزلت على عندي على صفحة الفيسبوك، أنه ثقة المرضى بالطبيب عالية جدا إلا فيما يتعلق بموضوع الكورتيزون، بس فتح موضوع الكورتيزون فقدت الثقة. صحيح. هذا فكرة خاطئة. يعني يفضل أنه يتم النقاش مع الطبيب بشكل مباشر، أنه ليش وهي إيش المشكلة. يعني الرفض اللي يجينا حاليا صاير للأسف موضوع الكورتيزون رفض قاطع، أنه أوكي خلص انسى أنك تعطيني. طبعا شو التخوف اللي بيكونوا الناس تخاف أنه من أنه يسمنا يصير معي، خصوصا البدانة الموجودة. يعني للأسف أنه مثلا مرضى الضغط، مرضى أنه أوكي ممكن يرتفع ضغطي، أو ممكن يسبب لي أرق بالليل يعني ما أنام بشكل جيد، ممكن يهشش عظامي. يعني سمعت أكثر مرة كلمة جميلة، يهشش لي عظامي دكتور، لا تعطيني كورتيزون. طيب أنت في عندك غير أمور تهشش لك عظامك، ممكن الكورتيزون هي واحدة من الأسباب. يعني طبعا نعطيه غالبا، ما نعطيه بشكل دائم، نعطيه كجرعة. يعني يعطى جرعة مثلا حقن داخل المفصل أو حقن ضمن العضلات لتخفيف الألم وتخفيف الالتهاب الموجود. يعني تمام. خليني أوضح فكرة، أنه هذه الفكرة، هذه المشكلة موجودة فقط في مجتمعاتنا العربية. طبعا بحكم عملي بالنمسا من تقريبا 7 سنوات حتى الآن موجود. أبدا والله. يعني أتذكر يمكن من الناس اللي تم حقنها بالكورتيزون عن طريق ولا عن طريق الزملاء، يعني أعداد قليلة جدا من الناس اللي رفض عمل في كورتيزون انه ياخذ الكورتيزون. كان فعلا ممكن عندهم اسباب اخرى او تجربه سيئه مع الكورتيزون، لكن رهاب الكورتيزون هو رهاب يتعلق بمناطقنا، فعليا غير موجود بالنمسا. في ظاهره حاليا هي العلاج اليدوي، او ممكن يكون انه حالات اغلبها امراض مستعصيه، بس لكن عن طريق بعض التمارين وتقطقه مفاصل معينه بالجسم، انه هلا منتشره عن طريق وسائل التواصل، ممكن تعالج حالات مستعصيه. فهل هذا الشيء ممكن يكون صحيح؟ شفت كثير مقاطع على اليوتيوب وعلى الانستغرام او بشكل عشوائي، يعني من ناس مبعث لي انه شو رايك دكتور بهالطبيب هذا، بهالشخص هذا اللي ماسك مريض معلق من رجلينه وماسكه بمطرقه مثلا على ظهره، او دايس على ظهره، او نازل يمطه مثلا، او مستعمل مثلا مساجات بطريقه معينه، طقطقه بطريقه معينه. هلا في شيء اسمه العلاج اليدوي، المانويل ثيرابي، موجود ويدعم من نقابه الاطباء بالنمسا، وعبارة عن سمسترات، تقريبا 6 سمسترات، وتأخذ على أساس شهادة يحق لك تمارس المانويل ثيرابي. عبارة عن تحريك الأنسجة. أيوة. هو نوع من أنواع العلاج الفيزيائي خلينا نقول، أو العلاج اليدوي، تحريك الأنسجة فوق بعضها لتخفيف الالتهاب، مثبت علميا. لكن الفيديوهات اللي انعرضت علي واللي شفتها للأسف أبعد ما تكون عن الطب، أبعد ما تكون عن الطب البشري. يعني أنت النتائج كارثية جدا. إذا مريض مثلا عنده فتق نواة لبية وجيت رفعته من رجلي، أنت ممكن تشله. يعني ليش هو مو يفترض تكون عنده علم، يفترض يكون عندهم علم بكل التفاصيل اللي والتأثيرات الجانبية. أو هلا الثقة للأسف بعض الناس بسبب الدعاية عمياء بعض الأحيان. يعني وأكيد اللي ينعرض على اليوتيوب هي ممكن تكون النتائج الإيجابية فعليا، فما عندك إحصائية حقيقية. ما شفت النتائج السلبية. أنت ما شفت النتائج السلبية، يعني وين الشلل اللي صاير؟ احنا عندنا مناطقنا السورية لحد الآن، ممكن عندنا مناطقنا في طب العربي يسمونه التجبير العربي. تمام. بلا شك معروف كان طريقة لا تخلى من المشاكل، وطريقة رائعة جدا، لكن حاليا بعد ما تطور الطب وتطورت الأشعة يعني خلص هذا الموضوع صار على جنب. يعني لسه في ناس تمارسه بلا شك، لكن انك انت تمنح الثقة بشكل عمياء يعني بشكل اعمى لهذا الموضوع برأيي خاطئ. يعني اجتني كثير اسئلة انه دكتور، لسه في واحد دكتور مصري مرة سمعته يحلف بالله عز وجل 3 مرات انه اذا جيت لفيت رجلك انت بصوف واكلت 3 ملاعق زيتون او هيك شيء تقريبا، انت رح يروح عندك تنكس المفصل.
يعني انت اوكي شلون يعني تروح عندك تنكس المفصل؟ هاي مشكله ميكانيكيه. اذا عندي اني دولاب محروق ضارب اذا جيت دهنته بالزيت ما راح يطيب يعني فعليا، او جيت لفيته بالصوف فعليا بدك تبدله كامل او يعني بدك الطريقه هاي غير منطقيه فعليا. ناقشت مرضى اني المرضى ما عنده ثقه، عنده ثقه عمياء بهذا الشخص اللي على اليوتيوب موجود ورايي اني على جنب ثانوي. هلا الشغله الحل الجميله انه دائما تسالني المرضى انه اوكي عندي هاي الطريقه شو رايك بيها؟ السؤال الثاني انت استفدت عليها ولا لا؟ انت مقتنع انه هاي الطريقه كويسه فادتك ولا لا؟ جربها. يعني الطب بالنهايه مبني على التجارب، صار تجارب كثير على مرضى وحاليا صارت نتائج. اذا الناس مستفيده من طريقه معينه فما عندي مشكله، انا بصراحه منفتح لهذا الموضوع يعني. لكن انه لكن الخوف انه يتعرض لشيء أسوأ في حركه غلط، التصليح يصير بالحاله هذه اصعب جدا يعني، والنتائج تكون كارثيه على المرضى. موضوع الواتساب واللي هو كمان حاليا من قعدة العالم على الفيس على الموبايل على التلفزيون عادات الغلط، موضوع الواتساب ومشاكله كتير موجودة. ف يعني شو ممكن يكون علاجه وهل يعني عمليات التدليك الخاطئة يمكن كمان ممكن تأذي أكثر؟ بالنسبة للواتساب أو اللي يسمونه الأبهر حتى أحيانا يكون ناتج عن حركة مثلا الرقبة سريعة، مثلا يصير عندك تشنج عضلي موجود بعضلات الرقبة أو حركة للكتف، حركة للعمود الفقري من الأسفل يصير عندك تشنج عضلي يعني، وهذا وارد موجود وارد جدا. هذا التشنج العضلي بالحالة هاي له أسباب يعني لازم ينقاس، هل ممكن نقص المغنيسيوم ولا عندي مشكلة عضلية ولا في عدة مشاكل تسبب التشنج العضلي. يعني في نقص فيتامينات ممكن يكون نقص فيتامينات، ممكن يكون نقص مغنيسيوم أو حركة خاطئة يعني يصير عندك تشنج عضلي. بالنهاية الوثاب هو عبارة عن تشنج عضلي، وبس تشنجت العضلة مسكت العظم بشكل خاطئ، مسكت الأنسجة اللي تحته بشكل خاطئ فصار عندي ألم. هلا التدليك مثل ما تفضلتي أنت ممكن يكون التدليك المساجات اللي تصير مثلا بجلسات الناس انه اوكي ظهري وجعني مسج لو سمحت هذا برأيي خاطئ يعني. يفضل انه تصير المساجة من ناس مختصة فعليا. بالنمسا هنا عندك اقتصاص مدته كحد ادنى سنة كاملة تتصير انت مسور يعني مسور تاخذ شهادة طبيب مساج فعليا او الاحرى معالج مساج كحد ادنى. غير ذلك العلاج الفيزيائي 3 سنوات عبارة عن اقتصاص لمدة 3 سنوات مشان تاخذ الموضوع هذا. فالموضوع مو بس سهولة هاي، احيانا تصير كسور عن طريق المساجات الخاطئة. لكن علاج الوثاب العادي اللي مثلا يصير كل فترة طويلة عبارة عن مساجات خفيفة، أدوية مضادة للالتهاب، مع ممكن استخدام الحرارة انه في هاي الفلاشة او القارورة المي اللي تعبي مي حارة ممكن واحد يحطها على جسمه، في لزقات تنحط على الظهر. هذا برأيي فعالة هاي اللزقات مفيدة فعلا؟ انا برأيي مو سيئة جدا بهاي الآلام، تنوصف للمرضى بشكل عام يعني وانا شايف نتائج إيجابية عليها فعليا. طيب بما انه اساتنا بنفس المجال لنحكي عن اهميه العلاج الفيزيائي بالحالات المتقدمه اكثر، طبعا وصلنا لحالات متقدمه اكثر من الوتاب، فقديش فعلا العلاج الفيزيائي بيفيد بمشاكل العظام؟ فكره لسه احلى موضوع يعني مسني فعلا بالصميم، خصوصا مجتمعاتنا العربيه انه اوكي دكتور بدك تحولني على العلاج الفيزيائي، إيه هو مساج دكتور؟ طيب يعني انا ايش بدي بالمساج؟ ما راح استفيد، انا اصلا عندي وجع ركبه. موضوع خاطئ. العلاج الفيزيائي أرجع أقول مرة ثانية، في طبيب اختصاص علاج فيزيائي درس لمدة اختص لمدة 6 سنوات بالنمسا، 6 سنوات تصير طبيب علاج فيزيائي، وفي معالجين فيزيائيين اختص لمدة 3 سنوات. اختصاص واسع جدا رائع جدا، أحمد الله عز وجل أنه موجود بالطب يعني. هو موجود عندنا متوافر بسوريا للأسف كان موجود، أتذكر بمشفى المواساة كان في قسم تحت مركز جراحة القلب موجود، لكن هو علاج يستخدم العلاج المغناطيسي، علاج الكهربائي، علاج الصدمات الموجات العالية، هاي موجودة عندنا يعني. رائع جدا بصراحة. أنا أحمد الله على وجود العلاج الفيزيائي، أحيانا ينقذ المريض ما قبل العمل الجراحي ويساعد على تحريك المريض بشكل مباشر ما بعد العمل الجراحي. العلاج الفيزيائي الفكرة بدي أوصلها، العلاج الفيزيائي
ليس المساجة اللي نحن نسويها بالجلسات يختلف بشكل كامل للوثاب، يفضل انه يروح الواحد على العلاج فيزيائي، ياخذ بشكل جدي، يمارس التمارين اللي تنعطى له بشكل مباشر بالبيت بشكل متواصل، تغيير نمط الحياة يعني فيما يتوافق مع الامور هاي. في علاج العلاج الفيزيائي يعلمك حتى انه شلون تشيل ثقل مثلا موضوع الظهر، هذا الموضوع لازم دائما يضل ببال المريض انه اوكي تعلمته لازم اطبقه فعليا، وهو ابعد ما يكون عن المساجات الخفيفه. المساج هو عباره عن 1% من العلاج الفيزيائي فعليا. تمام. عندنا سؤال عن الجنف او هو انعواج العمود الفقري. هاي مشكله كمان حاليا او كثير صارت يعني مطروقه، او في لها تمارين معينه، فهل هي التمارين بتغني عن العملية؟ وبعمر ال 17 أو المراهقة شو أحسن شيء ممكن يعمله الولد أو المراهق أو هالعمر لحتى يتجنب أنه يعمل عملية؟ تمام. في تشوهات العمود الفقري، في تشوهات بعمر الطفولة وفي تشوهات بعمر الكبار بالسن. تشوهات بعمر الطفولة من ضمنها الجنف أو التشوهات أخرى، يعني ممكن نحن نصور العمود الفقري بصور جانبية وأمامية، ويتم قياس زوايا معينة عن طريق الكمبيوتر، تنقاس زوايا معينة. إذا عندي تشوه بزاوية خلينا نقول ابتداء من 40 درجة، فعندي صار استطباب عمل جراحي فعليا. إذا تحت 40، بين 30 و40 مثلا نحكي، بين 30 و40 ممكن المريض يستفيد على العمل الجراحي. تحت 30 مثلا ممكن المريض يستفيد على العلاج الفيزيائي بحد ذاته. ففعليا وين واصل التشوه؟ هل عندي الزوايا واصله فوق 40؟ معناته ما راح استفيد على العلاج الفيزيائي ابدا. يعني بدك حسب مرحله تطور المرض، يعني هذا هو اللي راح يحدد طريقه العلاج. بلا شك بلا شك انه بالمراحل الاولى التمارين، العلاج الفيزيائي، ارجع اقول العلاج الفيزيائي مو التمارين، في معالجين فيزيائيين اختصوا حاليا بتقويم العمود الفقري. لذلك في اجهزه اضافه لاجهزه تلبسها الشخص، يعني هاي يسمونها بالالماني ميدا، احنا نسميها ما عندي فكره يعني ميدر، الميدا مثل القفص او اقفاص شيء بالضبط. يعني اقفاص تلم العمود الفقري بتخليه ياخذ الوضعيه الصحيحه بالضبط. هاي كمان جزء لا يتجزا من العلاج الفيزيائي ومع من والعلاج الطبي، يعني لازم تاخذ للاسف طبعا على مدى طويل سنين وبشكل دائم. حتى يعني العلاج، علاج الجنف علاج مزمن، علاج مزمن وعلاج يحتاج صبر من الطبيب ومن المريض ومن أهل المريض. طب أنا يمكن كان لازم أسأل قبل، هو الجنف شو سببه؟ يعني هو كيف بيتشكل أو كيف الواحد في تمام، في تشوهات جنفية ولادية ما بعد الولادة، يسمينها تشوه خلقي، ولد الطفل بعد فترة بس صار يمشي أو بالأحرى بس صار يكبر عمر سنة 4-5 سنين، صار بعمر المدرسة، صار الأهل يلاحظوا أنه في عندك وعنده ميال بطرف غير طرف. يعني بأي عمر تقريبا ممكن؟ غالبا أنا برأيي بعمر لما يصير الطفل يركض، يعني 4-5 سنين يصير يبين على الأهل. غالبا الأساتذة حتى بالمدارس يلاحظوا هذا الأمر، بس صار في ميلان بالكتف يبين أنه تبين المشكلة فعليا، يعني ويتم التحويل لأطباء العظام ويتم تشخيص المشكلة. هذا نوع من أنواع الجنف. للأسف مثل ما حكيت علاجه صعب، يعني ممكن علاجات تقويمية جراحية، علاج يحتاج صبر جدا. بالعمر الأكبر عند الكبار بالسن، يعني غالبا سبب الكسور الناتجة عن هشاشة العظام. هذا من أهم أسباب تشوهات العمود الفقري، مو بس الجنف، يعني في الكيفوزة وفي السكوليوزة باللغة الألمانية. السكوليوزة تختلف عن الكيفوزة. التشوهات كلها متعلقة بكسور، أسبابها غالبا سقوط على يعني سقوط من بالمشي مثلا، ممكن يكون يعني لازم يكون في سبب مباشر، غالبا يكون في سبب، غالبا يكون في سقوط حتى لو كان سقوط بالمشي، يعني غالبا يعني، او احيانا يكون شايل ثقل مثلا فيصير عنده كسور. لكن السبب الرئيسي اللي مختبئ خلف هاي المشكله هو غالبا هشاشه العظام الموجوده حاليا. فمشان لازم الواحد يتجنبها ما قبل، يعني انك تعالج مريض عنده هشاشه عظام، عنده كسور وهشاشه عظام، هذا صعب جدا فعليا. لكن الأفضل أنك أنت الوقاية، الوقاية خير من قنطار علاج. للجيل مثل ما قلت لك بعمر ال17 وال20، بعمر 17 و20 الزوايا تحدد الاستفادة.
موضوع المواد العلاجية التي تحقن داخل المفاصل، اللي يسمونه الناس زيت المفاصل. زيت أحيانا المفاصل دكتور والله خلص زيت مفصل الركبة، مفاصلي ناشفة طبعا. حسب درجة الأذية الغضروفية فعليا يعني، أو حسب الشكاية فعليا. طبعا هي بعمر متأخر ممكن تظهر عند العالم أكثر. مشاكل المفاصل ممكن تظهر بعمر الشباب، الإصابات الرياضية، حتى عمر التنكس المفصلي يعني تموت المفصل أو احتكاك المفاصل بسبب غياب الغضروف المفصلي. المواد تحقن بالدرجة الأولى، نحن نحقن هو أرخص شيء وناجع مثلا باستطبابه الفعلي، هو الكورتيزون مع مضاد، مع مخدر موضعي، يعني نخلط مادتين مع بعضهم. في حقن الهيالورونيك أسيد، يعني حمض الهيالورونيك يستخدم حاليا حتى بالأمور الجلدية، بموضوع نظارة الوجه. هذا يسبب أو يساعد على تثبيت الغضروف المفصلي، تثبيت الغضاريف فعليا. إنتاج غضاريف هذا الموضوع بصراحة غير صحيح، إنه حمض الهيالورونيك ينتج غضروف جديد، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام كذبة دعائية، لكن يثبت الغضروف الموجود فعليا. الشغلة الثالثة واللي نتائجها جدا رائعة فعليا، إنه أنت تأخذ من دم المريض نفسه كمية معينة من الدم، خلينا نقول مثلا 15 ميلي أو 20 ميلي، ويتم استخدام جهاز تسريع تثفيل، نحن كنا نسميه تثفيل، ويتم فصل عوامل النمو عن كريات الدم الحمراء، ويؤخذ وتأخذ الكمية العوامل، تأخذ بس عوامل النمو وتحقن بالمفصل. هذا الشيء متوفر عندنا ببلادنا؟ متوفر بسوريا أعتقد، ما عندي أدنى فكرة للأسف، ما موجود، غالي شوي، لكن بالنمسا موجود. وبصراحة هذا من الطرق العلاجية الرائعة جدا، حتى موضوعات جلدية هذا ينصح فيه يعني بلا شك. أنت الإنسان يأخذ من دمه يثفل، يحقن بشكل مركز وعالي جدا بالمفصل المصاب، ونتائجه رائعة جدا بصراحة يعني. جميل. حتى بآلام المفاصل الخارجية، آلام مثلا التصاق العضلات أو شيء، نتائجه عالية بصراحة. موضوع إصابات الركبة الرياضية، يعني هذا موضوع كمان كتير شباب بيعانوا منه. رح أسمح لنفسي أنه أذكر حالة مريض، يعني اتصلت معي دكتورة صديقة زميلة من فترة، مشان طبيب عمره 17، مريض عمره 17 سنة، إصابة رياضية بكرة القدم، يعني صار عنده انقطاع بالمفصل، انقطاع بالرباط الصليبي الأمامي. طبعا كان السؤال، هل يجب علينا إجراء عملية لتثبيت تثبيت الرباط الصليبي، تبديله ولا لا؟ بعمر 17 سنة يعني من أهم الأمور اللي تحافظ على مفصل الركبة وتتجنب التنكس هي الثباتية بمفصل الركبة. بغياب الأربطة، مفصل الركبة عبارة عن ثلاث عظام مع بعضهم، عظم الفخذ، عظم الساق، وفي عندك عظم الرضفة، وفي عندنا الأربطة اللي ماسكة المفصل، يعني بشكل هرموني جدا، يعني بشكل هرموني رائع جدا، مفصل الركبة مثبت. فبغياب رباط من أهم الأربطة راح يصير في تخلخل بالمفصل، وراح يصير نتائج فعليا على المدى البعيد هي تموت الغضروف في بعض المناطق، ونتائجه للأسف سيئة جدا. فبعمر الشباب، عمر الرياضيين خصوصا اللي حاب يمارس رياضة، يفضل أنه يتم استبدال الرباط المقطوع. يعني طبعا الواحد يأخذ من نخس شخص نفسه ويزرعه بغير مكان، يعني النتائج جميلة جدا يعني، وتوفيق من الله عز وجل بالنهاية. لكن بده يحسب حساب المريض أنه بده يستنى لحد 6 شهور حتى يرجع يمارس الرياضة بشكل كامل. لكن بعمر مثلا مريض عمره 60 سنة، استخدام المفصل الركبة قليل جدا، يمارس الرياضة بشكل هواية يعني مرة واحدة بالشهر أو شيء، وصار عنده انقطاع بمفصل انقطاع بالرباط الصليبي، ممكن الواحد يناقش أنه ما يسوي العمل الجراحي. يعني ممكن يبعث المريض على العلاج الفيزيائي لتقوية عضلات الفخذ، انه تشيل المفصل بشكل جيد وتثبته، حسب النتائج يعني ممكن يناقش المريض. فعليا مو لازم 100% فعليا حكما. سيدة بعمر 27 سنة بتقول انه عندها وجع بالقدم وقت اللي بتفيق،
القدم بتحسها كأنها متحجرة، ولكن هذا الوجع عند المشي بيزول، وبيطلع لها بعض العروق الصغيرة ذات لون أحمر فاتح. طبعا القصة السريرية ناقصة فعليا، يعني السيدة هاي والمريضة كم عمرها يعني؟ 27 سنة، صبية يعني. وجود أمراض أخرى ولا لا؟ أمراض القدم تخصني بشكل مباشر لأنه عندي اختصاص فرعي بهذا الموضوع. يعني في آلام الصباح غالبا تكون آلام التهابية، يعني يكون في التهاب ويكون في تهيج في منطقة معينة. وفي آلام المساء، آلام المساء غالبا آلام تنكسية ناتجة عن تنكس، يعني تموت بشيء معين، يعني غياب غضروف مثلا أو أي سبب آخر. يعني آلام الصباح غالبا في التهابية. المريضة هاي يفضل أنه تقيس عوامل الالتهاب اللي عندها، تروح على طبيب الطبيب وتنسحب تحاليل لها ينشاف ليش في عندي التهاب. غالبا عندها مشكلة التهابية، العوامل الالتهابية لازم تنسحب مع الدم ويتم قياسها. السبب طبعا القدم عبارة عن خريطة، أنت ممكن تقول مثلا مثل سوريا، خلينا نقول سوريا واسعة جدا، دمشق هي مورقة أو حلب، ففعليا وين بالقدم الألم اللي صاير عند المريضة؟ بأي مكان بالقدم، بالأصابع من الأمام ولا بالوسط أو بالوسط ولا بالخلف ولا وين مكان الوتر آشيل ولا بأي مكان؟ يعني فعليا لازم تفحص مريضك. وأنا برأيي من أهم أساسيات نجاح طبيب العظام أنه يفحص مريضه. بس غابت هاي الميزة، وللأسف غايبة حاليا بشكل واسع للأسف، أنه المريض ما ينفحص بشكل جيد، يغيب التشخيص، وبذلك العلاج رح يكون أسوأ، يعني ونتاج أسوأ. طبعا نحن بهاي الحالات عنا بمجتمعاتنا بيقولك يعني ما بدها دكتور. قديش فعلا هاي الأمور ممكن تكون إنذار لشيء أخطر يعني، أو هي فعلا مثل ما منقول بتمرق يعني؟ بالنسبة لآلام القدم هي ممكن تكون المحطة هي القدم، هي المحطة النهائية بالجسم فعليا، ما في شيء بعدها، ركبة محمية بعدها وقبلها فعليا. مشاكل القدم طبعا بالأعمار الكبيرة خصوصا عن مرضى السكر أو مرضى مشاكل الأوعية الدموية يفضل أنه تفحص بشكل دقيق ويتم علاجها بشكل دقيق لتجنب النتائج الكارثية. يعني للأسف يعني تم نقطع كل فترة أصابع قدم بسبب مشاكل وعائية عن مرضى لأنه أهمل لمدة طويلة. وفي شيء اسمه القدم السكرية، موضوع واسع جدا للأسف، بسبب إهمال مرضى السكر لأدوية السكر وارتفاع السكر على مدى مزمن وطويل. يفضل أن الإنسان يعيش حياة طبيعية. برأيي أنك تغيب، أنك تعالج بدون رأي أخصائي أو رأي طبيب أو تتجاهل هو سيء برأيي. يعني للأسف العلاج الطبي مو غير متاح لكل مريض، هذا الشيء مؤسف بصراحة، لكن لا يغني. ويجب أن يتم فحص المريض بشكل جيد. يعني يقال عنا بلغة الطب الإنسان العادي لديه عينين، الجراح لديه 12 عينا. عندي 12 عين يعني لدي، هي عبارة عن عيون مجسات أفحص فيها المريض وعن طريقها أقدر أحط التشخيص. يعني موضوع تقوس الساقين وهي عند الأطفال، يعني يعني هي شو الأسباب اللي بتخلي طفل يخلق معه تقوس ساقين؟ وهل تمارين كافية أو بحالات يمكن متقدمة ممكن يحتاج لتدخل جراحي أو شيء جراحي. حسب درجة التقوس، في تقوسات شديدة بشكل عام، نحن ما نشتغل مرضى حتى تحت عمر 8 سنوات أطفال يعني مشاكل تقوس القدمين. يعني مشاكل تقوس القدمين يتم مراقبتها من عمر الطفولة حتى عمر المدرسة. بس زاد مشكلة تقوس القدمين بعد عمر المدرسة، هنا بالحالة هي يتم التدخل الجراحي فعليا. لكن السؤال الشائع، ابني عمره 1.5 سنة مثلا أو 2، في درجة تقوس واضح أنه عنده تقوس قدمين، لازم أنه أروح أخضع الدكتور ولا لا؟ هل عندي مشكلة كبيرة ولا عندي مشكلة عادية؟ بشكل عام المشكلة تكون خفيفة جدا، ويستفيد على موضوع فيتامين دال، وما في داعي للتمارين أبدا، عبارة عن مراقبة للتقوس على مدى سنوات. يفضل علاج زيارة طبيب العظام مرة واحدة للمرة الأولى، وكل سنة مثلا مرة واحدة، مشان تثبيت، مشان تدوين تطور الحالة فعليا مو أكثر. يعني
يعني تدوين. هون لساتنا بنفس السياق موضوع البوط الطبي بهاي الحالة، قديش يعني أهمية البوط الطبي سواء الطفل عنده حالة أو ما عنده شيء، هل هو فعلا أول ما بيمشي الأفضل يلبس بوط طبي؟ وفي أنواع معينة؟ البوط الطبي، البواط الطبية بالإضافة للضبانات هي جزء لا يتجزأ من جراحة القدم، لا يتجزأ يعني. في بالنسبة للرياضات للمشي للناس اللي توقف على رجلها بشكل كامل، يفضل أنه تأخذ بوط يأخذ الشكل تبع القدم، وهي البواط هاي أو الأحذية الرياضية غالبا تكون غالية يعني، منها منها الرخيصة أو بعشرين أو ثلاثين يورو تكون غالبة أكثر غالية فعليا. لكن فعليا بالنسبة للبوط الطبي إذا ما في حاجة أو ما في استطباب طبي ما في داعي له أبداً، إنه أخذ بوط طبي مثلاً أو أعطي بوط طبي للطفل بعمر صغير تأجنب مشاكل على المدى البعيد بدون وجود مشكلة، هذا برأيي إسراف فعلياً. بدون وجود مشكلة إذن؟ بدون وجود مشكلة ما له داعي أبداً. يعني باختصار خليني أسألك بشكل مباشر، كيفية المحافظة على الجهاز الحركي؟ المحافظة على الجهاز الحركي تتم بعدة طرق، محاولة أو العيش بشكل صحي، الانتباه على موضوع الغذاء، المعدة هي بيت الداء بعض الأحيان تكون، مراجعة أطباء الاختصاص بغض النظر عن العظام أو غيره في الوقت المناسب، اتباع النصائح بشكل صحيح وعلى مدى طويل. العلاج لا يبدأ ولا ينتهي بمجرد زيارة الطبيب، العلاج في قبل وفي بعد، وفي علاج على مدى بعيد يعني، يحتاج إلى صبر بعض الأحيان من الطبيب ومن المريض. أتمنى الصحة طبعا لحضرتك وللفريق العيادة ولكل المرضى، إن شاء الله نصير نقدر نفيد الجالية العربية والجالية الموجودة في فيينا. خبر سار إن شاء الله بالأيام الجاية رح إن شاء الله نبلش بعيادة كاسة، لكن أنا من سكان فيينا، من سكان مدينة كريمس، واللي يحتاج مساعدة من الجالية العربية عيادتنا مفتوحة إن شاء الله له. يعطيكم ألف عافية وشكرا لإلك، أفدتنا كتير اليوم بأسئلة أعتقد يعني هي عامة، أبدا ما في ولا حالة كانت خاصة، يعني هي أمراض شائعة جدا. فأتمنى نكون بالفعل أفدنا جمهورنا اليوم، وإن شاء الله الوقاية دائما دائما خير من العلاج، فإن شاء الله نكون فدناكم ويعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية.